الحق الثالث مع المكان. هذه الأماكن، المساجد، هذه المدارس، المعاهد، دور القرآن، لابد نحافظ عليها. لا تقول هذا دور المؤسسة، دور الوزير، دور الرئيس، لا. هل يوجد شركة نظافة زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما احتاجوا لشركة نظافة. الآن بعض الطلاب هدانا الله إياه يتلف الممتلكات هذا المسجد، يخرب. لكن ليس الخراب برمي الأوساخ أكبر، الأكبر شيء هو أن نجعل هذه المساجد، المعاهد، أماكن للشرك، أماكن للأغاني، أماكن للرقص، فتح الجوال، اليوتيوب، وما إلى ذلك. أعطينا تليفون. أي واحد يستخدم هاتف نسحبه منه. هذا الأخ.